بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم، بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، أن يستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: من أنصاري إلى الله؟ أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل. قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام: نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام، في الإسرائيليين واليونانيين، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أيام الحج: من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي، حتى قيد الله له عز وجل الأوس والخزرج عن أهل المدينة فبايعوه. اسنده صحيح. فبايعوه ووزروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم. فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهد الله عليه. ولهذا سماهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأنصار، وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي لما بلغ عيسى بن مريم عليه السلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين، اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به، وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به، وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم، وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة، وافترقوا فرقا وشيعا، فمن قائل منهم: إنه ابن الله، وقائل: إنه ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، أو الآب على كما يقولون، ومن قائل: إنه الله. وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء. العجب ممن يعلم أن جميعهم في زماننا، الثلاثة الطوائف المشهورة الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، كلهم يقولون بالثلاثة معا، مع تناقض الثلاثة، حيث يقولون بالتثليث: الأب والابن والروح القدس، فيقولون هو ابن الله ويقولون هو الله، مجتمعة متعارضة متناقضة. قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى، فأصبحوا ظاهرين أي عليهم،
وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي لا شك فيه ولا يحتمل الأمر غيره. فالطائفة المؤمنة من بني إسرائيل هي التي توحد الله، تقول إن عيسى صلى الله عليه وآله وسلم بشر رسول. وهؤلاء ظلوا قلة، لا يعرف الناس مذهبهم إذا ذكر مذهب مذاهب النصارى، لا يعرفهم أكثر النصارى ولا يعرفهم أكثر الناس، حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأيد الذين آمنوا على عدوهم. انتشرت العقيدة الصحيحة في المسيح صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، فأصبحت ظاهرة على من خالفها في الحجة والبيان والقوة والسنان. فالطائفة المؤمنة هم أهل الإسلام الذين يظهرهم الله عز وجل على من خالفهم. يقول كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله، استند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت 12 رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء. خرج إلى أصحابه من عين يعني فتحة، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. قال ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني؟ ويكون معي في درجتي. فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا. قال فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: نعم أنت ذاك. قال: فألقي عليه شبه عيسى. ورفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به. والإسناد لابن عباس صحيح، لكنه يظهر أنه من الإسرائيليين. وقد شهد الله عز وجل بالإيمان للحواريين، قال الحواريون: نحن أنصار الله. نحن على ذلك نعتقد إيمانهم حتى يأتينا نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفر بعضهم أو برجوع بعضهم. الذي يظهر أن الحواريين مؤمنون لم يبدلوا، لأن الله أمر الصحابة أن يكونوا أمثالهم في النصرة، ولقد كان الصحابة كذلك وزادوا فصاروا خيرا منهم. قال: فتفرقوا 3 فرق. قالت فرقة: كان الله فينا ما شاء الله ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية الأمة الأرثوذكس الذين يقولون أن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة هو الله. إذا يعني النسوت واللاهوت شيء واحد مرتبط لا ينفصل، يقولون كلمة أرثوذكس يعني أصوليين متمسكين بنص القانون، لأن نص القانون عندهم أن أقنوم الإبن تجسد وولد من مريم العذراء، فليس عندهم أنه حل، بل هو صار جسدا، ذات الإله صارت جسدا، أو هذه الصورة من صور الإله صارت جسدا وكانت في
في الناس ولد من مريم العذراء وصلب ثم صعد، هذه عقيدتهم الكفرية. قال وطائفة، وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه إليه، وهؤلاء المسطورية. المسطورية دول انقرضوا، لم يعد لهم وجود في الفرق المعاصرة، لكن مسجل وجودهم أتباع مسطور أحد القساوسة قديما. وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه، وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني لم يبق منهم إلا غبر، بقايا قليلة، لكن لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أظهرهم. قال على ابن عباس حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يعني الطائفتان، يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى والطائفة التي آمنت في زمن عيسى، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار فأصبحوا ظاهرين. هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة، لفظ ابن جرير في كتاب التفسير عند تفسير هذه الآية. وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية. قال فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما وردت الأحاديث الصحاح، والله أعلم. آخر تفسير سورة الصف، ولله الحمد والمنة. قل هذا واستغفر الله لي.